قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إن المرحلة الحالية تشهد عودة تحويلات المصريين بالخارج تدريجيا إلى معدلاتها، خاصة في ظل انحسار السوق الموازية للعملات الأجنبية. وأكد خلال اجتماع حكومي مواصلة الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بما يسهم في توفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات. أضاف مدبولي أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار، مؤكدا أن الدولة المصرية ستوفر كل المطلوب في هذا الشأن.